المبادئ، المبادئ نطقها صعب كتير على الناس، وناس كتير رفض استخدامها نطقي وعملي برضو يا ناس. أما الهلس كلمة سهلة ونطقها سهل على كل الناس، وبرضو عملي ناس حباها، وهي دي مصيبتنا يا ناس. الهلس دي قلي قيمتنا، الهلس دي قلي قيمتنا في كل صورة عايشينها يا ناس، وخلى كتير ملوش أساس، وخلى كتير ملوش أساس من مواضيع بين الناس، أو حوارات بينهم يخوضوها، أو تهنئة تتقال في مناسبة في الأفراح عند الناس. ألفاظ بايخة جاية نسخة من أفلام معروضة للناس. فن ثقافي معروف هابط، بس بنجم كبير معروف غير فكر كتير من الناس بدون تفكير ولا تعبير. هيزيد ايه في ثقافة الناس؟ يعني مفيش للفن مراجعة تحفظ لينا هيبتنا يا ناس. حتى نحافظ على ثقافتنا اللي نزيد بيها فخر يا ناس، لمبادئ واضحة عاشوها جدادنا. كان الكبير يخاف على الناس، وكان الكل يبادلوا الحب انه تاج على راس الناس، وهي دي اهم مبادئ عايزين عودة ليها يا ناس. اما الهلس مصيبة كبيرة، صوتها عالي بدون احساس. وسع يا جدع، وسع يا جدع، الكبير وصل يا ناس. تبص تلاقي راجل حشاش او هلاس او نصاب او ملوش اي اساس في تاريخ واضح بين الناس، وقليل قوي يكون معروف انه كبير بين الناس، وهي دي مصيبة الهلس خلت ناس تشك في ناس. المبادئ، المبادئ كلمة هتني عليها ثابت، هي الحل لينا يا ناس، عشان نعيش كده بأخلاق، عشان نعيش كده بأخلاق نفخر بيها وسط شعوب وتكون رضا لرب الناس.